فطيرة المربى، سهلة جدا جدا وعجينة تحفة، طعمها خطير. عبارة عن ايه بقى؟ كوبايتين من الدقيق، معايا كوبايتين من الدقيق يا حبذا، لو دقيق قوي هيفرق شوية في حلاوة العجينة، تمام، اللي هو دقيق بيتزا يعني او دقيق مخبوزات. هنحط على الدقيق ده رشة ملح، ومعايا نص كوباية لبن دافي. نص كوباية اللبن الدافي دي اللي احنا هنعجن بيها، وبعد كده ممكن لو تحبي، لو ما تلمتش معاكي العجينة وحبيتي تزودي شوية سائل بدل اللبن، ممكن نحط مية دافية، ما فيش مشكلة. هي فكرة اللبن الدافي يعني هتخلي القيمة الغذائية بتاعت العجينة أعلى أحلى يعني، تمام. معايا ربع كوباية سكر، اوكي، من نفس الكوباية اللي احنا عيرنا بيها الدقيق هنعاير بيها السكر، هنعاير بيها كل الحاجات. معلقة صغيرة من الخميرة، وربع كوباية زبدة سايحة، ربع كوباية زبدة سايحة، بيضة واحدة بس، وفانيليا، تمام. وهحتاج مربة فراولة عشان نحشي بيها طبقات العجينة، تمام. وهن للوجه بقى اللي هو يعني في الوش بقى قبل ما ندخلها الفرن، هنحتاج بيضة كده مضروبة مع معلقتين لبن ورشة فانيليا خفيفة جدا، ممكن كمان نحتاج لها شوية سكر بودرة على عليها خالص لما تخلص يعني في الآخر، أو ما نحطش خالص، نستكفي إن هي أصلا هيبقى فيها مربى زي ما تحبوا. بس الفشارة هو إيه، بس كده الشوكولاتة هتسيح وهتخلي الفشار كله يبقى خطير. نجيب بقى بولة اهو، ونحط فيها الدقيق ورشة الملح كده، نضيعها فيها، هنحط الخميرة، وهنحط السكر، هنقلبهم كده في بعض، دي والخميرة والسكر. البيضة محتاجة أخفقها كويس قوي بالشوكة، يعني ضروري ان انت تضربيها قبل ما نضيفها على الدقيق. وهنحط لها برضو الفانيليا، هنحطها على الدقيق والزبدة. انا محتاجة احطها في المايكرويف يعني تسيح شوية عشان ما تبقاش مكتلة كده كتل وانا بعجنها، فحطها شوية كده في المايكرويف 30 ثانية بس. اخبارك ايه يا فشار؟ شويه، تمام. ومعنا اللبن زي ما اتفقنا اللي احنا هنعجن بيه العجينه، او ممكن نزود كمان مع اللبن ميه دافيه، مفيش مشكله خالص. خلي اللبن هنا كده جنبي، وعايزين نطلع قرمه العجين برضو ونفضي كده مكان اهي. تعالي يا زبده، هنضيفها زبدة كده سايحة، نعجن كده الكلام ده كله مع بعضه، معايا اللبن، لبن دافي، ونعجن كده. هنلاقي العجينة على طول ايه لمت كده معانا، مش عايزينها تبقى ناشفة قوي، كل ما تحتاج شوية لبن نضيف لغاية ما العجينة تبقى طرية مش ناشفة. بصوا كده شوية لبن كمان، وطبعا عشان فيها خميرة ضروري جدا ان احنا نسيبها تاخد وقتها تخمر ويتضاعف حجمها كده وتبقى ايه ظريفة قبل ما نفردها. كده هي كده لمت معايا وتمام، دقيقة بس كده عجن زي ما انا بعمل كده، وهنغطيها ونركنها تخمر
هجيب لكم بقى الخمرانه اصلا اهي كده. نجيب بقى الخمرانه نشتغل بيها على طول واوريها لكم اهي. عايزين نفرد القرمه بتاعت العجين ونرش فيها كده رش دقيق خفيفه. العجينه الحلوه الخمرانه دي عايزين نقطعها كرات، كل كوره يعني مثلا دول هنقول يعملوا 6 كرات مثلا او 5. هقول لكم دلوقتي هناخدها كده، انا موطيه النار على الفشار خالص عشان ما يتحرقش مني. نخلص دي ونبص له على طول يا استاذ احمد. اهو كوره اهي، 1 2 3، نحاول نخليهم قد بعض على قد ما نقدر، 4 5 6. اهو عملنا ايه 6 كرات. هناخد اول واحده نفردها كده. ممكن يا شباب صينية فرن مدورة لو سمحتوا، هفردها على قد ما اقدر كده. هتلاقوها اتفردت معاكم على طول وبقت حلوة. عايزينها رقيقة مش تخينة كده. وهنفرد كل واحدة فيهم زي ما فردت دي كده بالشكل ده كده. بهذا الشكل الظريف ادي اول واحدة اهو، وبتبقى رقيقة كده تمام. هنعمل اللي بعده، هنرش لها برضو كده شوية دقيق ونفرد. واحنا عندنا فاصل ولا ايه؟ كده اهو تمام. ما يجي الفاصل بس قول لي يا استاذ احمد حاضر، عشان ايه الا الفاصل يعني الا الفاصل كده اهو. طبعا احنا في الفصل الاولاني شوحنا العرق زي ما اتفقنا بعد ما تبلناه، العرق الرومي، وحطيناه في صينية فرن ودخلناه الفرن درجة حرارة 180. العرق حسب وزنه، لو وزنه كيلو يبقى هيقعد ساعة، لو وزنه 2 كيلو يبقى هيقعد ساعتين، وهو متغطي بالألمنيوم فويل في الفرن. تحطي معاه كمان بقى خضار مشوي بس في الاخر بقى عشان الخضار ما يتحرقش، او تشوي الخضار لوحده في صينيه تانية لوحدها مفيش مشكله خالص. خضار مشوي زي ما احنا عاملين كده، فلفل، بصل، ثوم، ممكن جزر، بطاطس، مشروم، فلفل حامي، فلفل رومي، زي ما تحبي تمام. خلاص نروح فاصل يا استاذ احمد، مفيش مشكله هنروح فاصل وانا هفضل ايه افرد في دول عشان نحطهم فوق بعض، وما بين كل عجينه والتانيه هنفرد مربه فراوله ونرجع كمان نشوف الفشار اخباره ايه. فخليكم معانا بقى بعد الفاصل، خليكم معانا. انا جيت فردت خلاص كل العجين، هقول لكم نعملها ازاي. والفشار اهو عمال يتنطط الفشار بالشوكولاته الظريف جدا. عقبال بقى ما كده يقعد يخلص براحته. انا بقى هنا معايا صينيه مدوره
قد الفطاير اللي انا فردتها الحلوه دي. عايزه ادهنها الاول كده بنقطه زيت بالفرشه او زبده اي حاجه، مهم قوي حكايه الدهن دي. وهناخد اول واحده كده من العجين نفردها كده، ومعايا بقى المربى، مربى فراوله، وهدهنها كده بالشكل ده. وديني مركزه اهو مع الفشار، اول ما يبطل تكتكه هعرف على طول ان هو بقى تمام، بس انا برضو ايه اوطي عليه علشان ما يتحرقش. بس كده بعد ما دهنت اول طبقه من المربى هنحط واحده تانية من العجين كده فوقيها برضو، وندهن تاني برضو مربى، ممكن مربى اي حاجه بس هي الفراوله هتبقى احلى يعني حسب ذوقك برضو كده. ونحط واحدة كمان كده من العجين، ونفضل نعمل كده وندهن مربى كده اهو. الفشار اخبارك ايه يا فشار؟ هو لسه بيتكتك اهو، يبقى لسه. ونحط تاني الفطاير بالشكل ده. خلاص يا فشار اخبارك ايه؟ هنفضل نرص كل طبقات العجين وندهن ما بينهم مربى فراولة كده بالشكل ده، وندهن كده بهذا الشكل الظريف. ونحط آخر واحدة بقى من فوق كده اهو، ونضغط كده عليها. اخبارك ايه يا فشار؟ انت كده خلاص، انا هرفع الفشار بقى من على النار كده، هسيبه على جنب وهرجع له تاني عشان نقدمه مع بعض. هعمل ايه بقى في الفطيره الحلوه دي؟ هجيب السكينه وهقطعها، هوريكم ازاي دلوقتي حالا اهو. هنقطعها كده، نتاكد بس انها اتقطعت بالشكل ده. كلها داير ما يدور كده بهذا الشكل الظريف. اتاكد بس كده انها اتقطعت، وهنلف كل حته احنا قطعناها، الجزء اللي احنا قطعناه ده هنلفه كده بايدينا لفه بقى يمين لفه شمال زي ما تحبي يعني كده، ايه هنلفه كده على بعضه كده اهو. وفي دايره في النص طبعا احنا ما قطعناهاش بالظبط يا استاذ احمد كده، وهنلف العجينه كده. وهنا برضو نفس الحكايه هنلفها كده، وهي فيها بقى ايه المربى الظريفه دي، هنلفها على بعضها كده بهذا الشكل الظريف لغاية لما نخلص كل الأجزاء اللي احنا قطعناها. وهندهنها بقى زي ما اتفقنا بيضة مخفوقة عليها معلقتين كبار كده من اللبن، وممكن ايه كمان معلقة صغيرة من الفانيليا، وندهن بيها الفطيرة وندخلها فرن سخن درجة حرارة 180، تاخد زي ما تاخد بقى يعني، خلوها في الرف اللي في النص وما تفتحوش الشواية. هي تاخد لها تقريبا يا جماعة 25 دقيقة تمام، وتابعيها لغاية لما تلاقي طبقات العجين استوت، بتبقى يا جماعة حلوة قوي كده. انا عايزة ايه الفلف كل العجين بالشكل ده اهو، حلزوني كده
لفه كده اللي هي بقى ايه دي تويستد. ايوه كده اهو، واخر واحده هنلفها كده اهو. بصوا يا جماعه ده كده بيبقى شكلها لطيف جدا، وزي ما اتفقنا معانا البيضه المخفوقه هندهنها كده. فرن سخن درجه حراره 180 او 200، هتنفع كده وتنفع كده، هي عجينه يعني في الرف اللي في النص، وما نفتحش الشوايه. 25 دقيقه ان شاء الله هتبقى استوت وتبقى فظيعه وخطيره. عايزه اوريكم اللي انا عاملاها عشان نقدمها مع بعض على طول، ونقدم الفشار اوام قبل ما الحلقه بقى تخلص. ويا رب تكون كده الحلقه النهارده كانت ظريفه، وتتشجعوا كده تعملوا الوصفات الحلوه دي ان شاء الله. طبعا احنا خلاص عاملين عرق اساسا من قبل ما نطلع مع بعض، عشان التاني هياخد وقت في الفرن طبعا زي ما اتفقنا، حسب وزن العرق الرومي هياخد وقته في التسويه في الفرن على درجه حراره 180. بصوا بقى اللي انا عاملاها دي اهي، روح هناك كده استاذ احمد يجيبها لنا. اتهنى يا استاذ احمد لو سمحت. اهي ظريفه جدا جدا، بصوا شكلها حلو ازاي بعد ما استوت اهي، شكلها جميل جدا. هفضيها بس كده على طول وانزلها اهو، بس كده حلوه جدا جدا يا جماعه، جربوها تعجبكم قوي ان شاء الله. عايزين بقى ايه ناخد بقى